بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا حول التفويض الى الرسول والى الائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام وقد ذكرنا في الحلقات الماضيه ان الله سبحانه وتعالى ادب نبيه بادابه وعصمه وعلمه ففوض اليه امر الدين فما فرض الله سبحانه وتعالى على العباد بلغه الرسول صلى الله عليه واله والله سبحانه وتعالى اعطاه الصلاحيه في ان يشرع احكاما، لانه اراد تشريف رسوله صلى الله عليه واله، واراد امتحان الخلق في كيفيه طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه واله، فالله سبحانه وتعالى بدل ان يصدر الحكم هو علم الرسول صلى الله عليه واله بالمصالح والمفاسد الواقعيه، وعصمه فلذلك الرسول صلى الله عليه واله يصدر احكاما هي تطابق اراده الله سبحانه وتعالى، وهي ما يعبر عنها بسنه الرسول صلى الله عليه واله. ومن جمله الاحاديث هذا الحديث السادس من باب التفويض الى رسول الله صلى الله عليه واله والى الائمه عليهم السلام في امر الدين. عن ابي عبد الله الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، قال: ان الله تبارك وتعالى ادب نبيه فلما انتهى الى ما اراد، قال له وانك لعلى خلق عظيم، ففوض اليه دينه، فقال: وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وان الله عز وجل فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز الله جل ذكره له ذلك وذلك قول الله عز وجل هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب هذا التفويض في التشريع الذي هو أحد أقسام التفويض الله سبحانه وتعالى أدب نبيه بما أراد اصطفاه الرسول صلى الله عليه واله مصطفى يعني خلقه الله سبحانه وتعالى خاليا من النقص وعصمه وعلمه هذه الامور الثلاثه اجتمعت ليس فيه نقص لان الله سبحانه وتعالى اصطفاه وكله كمال وعلمه وعصمه يمكن واحد يكون انسان طيب، ويكون عالما، لكنه قد يخطئ. الان اهل الخبره في اي علم من العلوم تارة يخطئون، انت تشوف امهر الاطباء احيانا يخطئ، لماذا؟ لانه ليس بمعصوم، لكن الله سبحانه وتعالى حينما اصطفى رسوله علمه وعصمه، هذه عندما تجتمع فلا خطأ فيما يقول. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا الحكم فيه مصلحة. لكنه هو لا يصدر ذلك الحكم مباشرة أمر بإطاعة الرسول والرسول يصدر ذلك الحكم وقد مثل له فيما مضى أنه تارة هذا لتقبير تقريب الفكرة إلى الذهن الرئيس له صلاحية في إصدار الأحكام الإدارية فيصدر الحكم تارة ويوقع وتارة يفوض الامر الى نائبه، النائب يصدر القرار ويوقع عليه. والجميع يعلم ان النائب انما يصدر نيابه عن الرئيس. وهذا النائب محل اعتماد الرئيس فلا يصدر القرار اعتباطا، وانما ضمن الدائره التي عينها الرئيس له. هذا الفكره لتقريب المطلب الى الذهن. الله سبحانه وتعالى حول الرسول يقول: انك وانك لعلى خلق عظيم. ثم قال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا اطعت الرسول فقد اطعت الله، لماذا؟ لأن الرسول أولا الأحكام التي يصدرها هي ممضاة من قبل الله سبحانه وتعالى. فهي أحكام الله أيضا. مضافا إلى أن الرسول قد أمر الله بإطاعته، فإذا واحد خالف الرسول فقد خالف أمر الله بإطاعة الرسول صلى الله عليه واله ومن أطاع الرسول فقد امتثل أمر الله بإطاعته ثم إن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يذكر مثلا إحنا عندنا فرائض فرائض يعني الإرث إنما سميت فرائض لأن أصول أحكام الإرث الله سبحانه وتعالى أنزلها في القرآن الكريم وأوجبها وبينها في سورة النساء في ثلاثة آيات أو في ثلاث آيات تبدأ تبتدأ الآيات بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم طبعا وصية الله هي فرض كما أن الله يوصي بترك عبادة الأصنام وبتوحيده وبعبادته وحده كذلك الله سبحانه وتعالى في الواجبات يوصي وصيه الله فرض يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وتستمر الايات في بيان احكام الاولاد بعد ذلك يبدا بحكم الابوين وتستمر الايه في حكم الاولاد بعد ذلك ينتقل في حكم إرث الزوجين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وتستمر الآية في أحكام الزوجين من جهة الإرث، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبين إرث الإخوة والأخوات من الأم، وإن كان رجل يورث وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من الأم وتستمر الآية في بيان أحكام الإخوة من الأم. وبعد ذلك في آخر آية من سورة النساء الله سبحانه وتعالى يبين أحكام الإخوة من الأب أو الإخوة من الأبوين. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني أخ أو أخت من الأبوين أو من الأب. إلى آخر الآيات. زين. فالاولاد احكام ارثهم مذكور في القران الكريم. الاب والام احكام ارثهم مذكور. الزوجان احكام ارثهم مذكور. الاخوه بمختلف اصنافهم والاخوات احكام ارثهم مذكور في القران الكريم. اما الجد في القران لم يذكر حكم إرثه فرسول الله بتفويض من الله سبحانه وتعالى أطعمه السدس يعني إذا واحد مات ما إلى أب وأم يعني أبواه ميتان من قبله وما عند أولاد فترك جدا أو جدة الجد والجدة في الطبقة الثانية من طبقات الإرث، يعني إذا واحد مات عنده أبناء لا يرثه الجدان. إذا عنده أب وأم لا يرثه الجدان، ليش؟ لأن الأبناء والآباء يعني الأب والأم في الطبقة الأولى. لكن إذا واحد مات وليس له أبوان ميتان من قبل، وليس له أبناء لكن له جد او جده هذا الطبقه الثانيه والاخوه والاخوات ايضا في الطبقه الثانيه كم ارث الجد او الجده الرسول صلى الله عليه واله هو الذي شرع للجد السدس بتفويض من الله سبحانه وتعالى لذا الإمام الصادق في هذا الحديث يقول وإن الله عز وجل فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا وإن رسول الله أطعمه السدس فأجاز الله جل ذكره له ذلك وذلك قول الله عز وجل هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يعني نظير هذه الآية التي هي في سليمان عليه السلام جرت في رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أنت مفوض أصدر ما شئت من الأحكام لكن طبيعي الرسول حكيم والحكيم لا يتصرف اعتباطا أنت تخلي وكيل مفوض تختار إنسان حكيم تعطيه له أموال تقول له تصرف في هذه الأموال كما تشاء وطبيعي لأنه هو حكيم ما يتصرف تصرف غير عقلائي وإنما يتصرف ضمن الدائرة العقلائية هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب سليمان كذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه من الثروة ما شاء وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي هل سليمان كان يتصرف اعتباطا؟ كلا إذا كان يمنع فإنما كان لحكمة واذا كان يعطي قليلا فلحكمه واذا يعطي كثيرا فلحكمه قد ذكرنا فيما مضى ان الله سبحانه وتعالى هو كريم الكرم بمعنى السخاء والجود هو كريم لكن حكيم واحد يقول الله كريم ليش ناس موجودين فقراء ليش ناس ما عندهم ليش كثير من الناس في مشاكل اقتصاديه واراده الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الجواب على ذلك الله حكيم والحكيم حتى اذا عنده اذا في مورد لم يكن من الحكمه الاعطاء لا يعطي واذا اعطى عمله قبيح يلام على ذلك اذا انت عندك مليارات ومفوض في توزيعها زين اذا واحد جاي منك يطلب ان تعطيه شيئا من المال وانت تعلم يريد ان يشتري به سلاحا ليقتل بريئا. هل تعطيه من المال؟ لا تمنعه. هل هذا ينافي الكرم؟ لا هذه حكمه. واحد يريد تعطيه مال لكي يشتري بهذا المال المحرمات. لا تعطيه حتى لو انت عندك، حتى لو فائض. لأنه ليس من الحكمة إعطاؤه ذلك. والله سبحانه وتعالى لحكمته قد يقبض وقد يبسط، وأحيانا الإنسان له دخل في ذلك، يعني حسن تصرف الإنسان أو سوء تصرف الإنسان، وأحيانا مصلحة الإنسان الله يريد لهذا الإنسان الدرجات العليا، إذا يعطيه أموال ينحرف. فمن حبه له لا يعطيه الاموال حتى يبقى فقير مؤمن ليكون من اهل الجنه مثل ما اذا انت عندك طفل يريد ياخذ منك السكين هذا طفل صغير انت لا تعطيه السكين لماذا رحمه به لانه يعني ما له عقل ياخذ السكين وقد يجرح نفسه وقد يجرح نفسه زين هذا الشخص اذا الله سبحانه وتعالى اعطاه وتعالى ثروه انحرف عن طريق الحق ان الانسان اللي يطغى راه استغنى ولعل دعوة مستجابة من أب من أم أو قضية الله سبحانه وتعالى يريد لهذا الإنسان الخير فيمنع المال عنه ويفقره ليكون مصيره إلى الجنة حيث ذلك خير له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب أكو بعض الناس يجون يقولون زين احنا القران ما يخالف لكن لماذا نحن يجب علينا الالتزام بسنه رسول الله صلى الله عليه واله الواجبه، السنن الواجبه او الامور التي حرمها الرسول صلى الله عليه واله نلتزم بها. يقول احنا علينا بالقران هذا الكلام يخالف القران، اذا انت تريد تعمل بالقران القران بنفسه يامرك بان تطيع الرسول صلى الله عليه واله. ما اتاكم الرسول فخذوه. لا تقول هذا مو كلام الله هذا ما ورد في القران. لا هذا كلام الرسول الذي امضاه الله سبحانه وتعالى. او اوحاه الى الرسول والرسول بلغه الى الناس. هذا مثال من الأمثلة في التفويض الذي يعبر عنه بالولاية التشريعية. الحديث السابع من أحاديث هذا الباب الشريف، أيضاً في التفويض بهذا المعنى في الولاية التشريعية، عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر، قال: وضع رسول الله صلى الله عليه واله دية العين ودية النفس. وحرم النبيذ وكل مسكر فقال له رجل وضع رسول الله صلى الله عليه واله من غير ان يكون جاء فيه شيء قال نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه الله سبحانه وتعالى بين احكام القصاص في القران الكريم النفس بالنفس، العين بالعين، وهكذا، وبين أصل الدية، فدية مسلمة إلى أهله، إذا واحد قتل أو جنى خطأً مو عمداً، إذا كانت الجناية عمدية ففيها القصاص واحيانا الديه بتفصيل المذكور في كتاب الديات. ولكن اذا كانت الجنايه خطئيه بالخطا فهذا فيه الدية لذوي المقتول ان كان مقتولا او ان لم يكن مقتولا للنفس المجنية عليه تعطى الدية. زين كم هي الدية؟ الله سبحانه وتعالى فوض تعيين الدية إلى رسوله محمد صلى الله عليه واله، وطبعا بين قوسين نذكر هنا أنه في القتل هناك ثلاثة أطراف، الطرف الأول القاتل إذا كان قتل الطرف الثاني المقتول، الطرف الثالث اولياء المقتول. اذا واحد قتل انسان، اولياء المقتول من حقهم ان يقتصوا منه ان كان القتل عمدا. زين اولياء المقتول اذا اقتصوا من هذا القاتل، هل هذا ينفع المقتول شيئا؟ القتيل لا ينتفع منه هل يحيى قتله يرتبط بأولياء المقتول مو مرتبط بالمقتول نفسه تصفية الحساب بين القاتل والمقتول في يوم القيامة لأن القاتل لا يتمكن من فعل شيء ليرجع الحياة إلى المقتول وإنما يكون لذوي المقتول الحق هذا يرتبط بذوي المقتول وحتى الدية هسه ذوي المقتول تنازلوا واتفقوا مع القاتل بدفع الدية منو يحصل الدية المقتول يحصل الدية كلا هو نايم في قبره اللي يحصل الدية أولياء المقتول فهنا الله سبحانه وتعالى إذا قتل عمد يحكم بين القاتل والمقتول في يوم القيامة وطبعا إذا القاتل خطأ فهنا القاتل ليس يثبت عليه شيء تجاه المقتول نفسه تجاه أولياء المقتول يثبت عليه الدية وأما حق الله سبحانه وتعالى هنا فهو الكفارة الكفارة بصيام ستين يوم وإطعام ستين مسكينا وعد قراقبة إن وجدها زين الله سبحانه وتعالى بيّن الدية لكن تفاصيل الديه فوضها الى الرسول صلى الله عليه واله. فالرسول صلى الله عليه واله شرع باذن من الله سبحانه وتعالى. انه كلما كان في جسم الانسان فيه اثنان لكل واحد منه نصف الديه. نصف دية النفس. يعني الانسان في جسمه عينان، كل عين نصف الدية. في جسمه أذنان، كل أذن نصف الدية. في جسمه يدان، كل يد نصف الدية. لكن إذا كان منه في جسم الإنسان واحد، كاللسان مثلا، كالأنف. فيه الدية الكاملة هذا إذا لم يمت تسلم له لنفس المجنية عليه زين شنو هي الدية الكاملة؟ يعني دية النفس إذا واحد قتل خطأ دية كاملة شنو هي هاي الدية؟ الرسول صلى الله عليه واله بين ألف دينار من الذهب يعني ألف مثقال ذهب من المثاقيل الشرعية الآن المثاقيل الصيرفية اللي متعارفة عند الصاغة ألف دينار يصير سبعمية وخمسين مثقال صيرفي وهو ألف مثقال شرعي لأن المثقال الشرعي عشر حمصة والمثقال الصيرفي أربعة وعشرين حمصة فإما ألف دينار أو عشرة آلاف درهم عشرة آلاف درهم فضة أو مئة بعير أو مئة بقر ميتين أو ألف خروف بتفصيل مذكور في الفقه أو مئة حلة من حلل اليمن يعني ثياب والتفصيل يطلب من الفقه هذا التفصيل من الدية شرعه رسول الله صلى الله عليه واله بإذن من الله سبحانه وتعالى، هذا مثال، مثال آخر: وحرم النبيذ وكل مسكر. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر. الخمر شنو هو؟ الخمر ماء العنب يؤخذ وبكيفيه خاصه يوضع فيه العكر ويوضع لفتره فيصير فيه انقلاب يتحول الى خمر هذا هو الخمر اكو نوع اخر من المسكر هو النبيذ يعني الماء القراح الماء العادي الماء يوضع فيه التمر او الزبيب أيضا بكيفية خاصة هذا يتحول إلى مسكر هذا يسمى النبيذ يعني مرة ماء معتصر من العنب ومرة أخرى ماء يوضع فيه تمر أو زبيب أو نحو ذلك فيتحول إلى مسكر هذا يسمى نبيذ الله حرم الخمر والرسول صلى الله عليه واله عمم باذن من الله سبحانه وتعالى فشمل التحريم النبيذ وكل مسكر كل مسكر الان مثلا الكحول هذه تستخرج بطريقه كيميائيه الكحول الطبيه مو الكحول الصناعيه الكحول الصناعيه اللي يعبر عنها بالاسبرتو هذه ليست لا يمكن شربها لانها سم لكن الكحول الطبيه هذه تستخرج من بعض النباتات فهذه تسكر فالرسول صلى الله عليه واله حرمها، واحد من الناس استغرب لانه مقامات الرسول صلى الله عليه واله هذه بينت في القران الكريم واشير اليها، بس الناس احيانا يستغربون ذلك لأن ما عندهم معرفة تامة فواحد من الناس استغرب يعني الرسول شرع الحكم بدون ما ينزل له وحي من الله سبحانه وتعالى لمن قال نعم لأن الله فوض له الله أدبه الله أراه الواقع فالرسول يعلم بأن هذا الشيء الله سبحانه وتعالى يريد تحريمه وذلك الشيء الله سبحانه وتعالى يريد ايجابه ففوض الى الرسول التوقيع اصدار الحكم لماذا ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: "ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين" الآن هذا الامتحان لحد الآن مستمر الأحكام اللي في القرآن زين مضطرين إلها لكن ما ورد في سنة الرسول الصحيحة يعني أحيانا أكو أشياء نسبت زورا وبهتانا وكذبا إلى الرسول صلى الله عليه واله لا علينا بتلك لأنه ليست من كلام الرسول لكن أحيانا سنة ثابتة إما بالتواتر إما بالأخبار المحفوفة بالقرائن أو بالأخبار الصحيحة أو المعتبرة زين يجي إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله يريد حسب تعبيره يتحرر منها وهذه الباب فتحه مجموعة من الناس اللي كانوا في زمان الرسول والله سبحانه وتعالى يقرعهم اشد تقريع كانوا يخالفون الرسول صلى الله عليه واله يصدر حكم بامر من الله سبحانه وتعالى او باذن من الله سبحانه وتعالى ما يعجبهم هذا الحكم يخالفون ويوم اللي صارت السلطة بيدهم تلاعبوا بهذه الاحكام لكن الله سبحانه وتعالى لأنه جعل هذا الدين خاتمة الأديان وأراد أن تكون الحجة تامة على جميع الخلق أوصل هذه الأحكام إلى الأجيال، وصلتنا أحكام الرسول صلى الله عليه وآله. وإذا الإنسان يريد يوصل إلى الحق يتمكن، لأن الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة، قل: فلله الحجة البالغة. ولذلك بأسباب الله سبحانه وتعالى أرادها وهي أسباب طبيعية لكن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى الله حفظ أحكامه والأحكام التي أصدرها الرسول هي أحكام الله سبحانه وتعالى فإذا من يطيع الرسول ومن ينقلب على عقبيه الدنيا دار امتحان وبعض الأحكام الشرعية هي أوامر امتحانية لا بمعنى أنها أوامر صورية لا أوامر حقيقية لكن الغرض منها امتحان الخلق أقول بعض يجي يعترض يقول مثلا الشيء الفلاني ليش حرام فهمنا شنو السبب في ذلك نقول له أولا إذا إحنا ما عرفنا السبب هذا لا يبطل الحكم احنا ما نعرف لان جهلا لان جهلنا كثير هذا اولا ثانيا حتى لو لم نصل الى اي حكم الى أي, م... اي اي عله او اي مصلحه نفس الامتحان الله سبحانه وتعالى يمتحن خلقه تاره بامتحان تكويني يقعون في غزوه في حرب صعب يشرد من الحرب يفر من الحرب، هذا امتحان تكويني. وتارة امتحان تشريعي، انت صلي الى الكعبه. زين يقول هسه اذا صليت الى بيت المقدس شنو المشكله؟ مو الرسول صلى الله عليه واله والصحابه كانوا يصلون باتجاه بيت المقدس لشهور. هسه اذا انا الان اصلي باتجاه بيت المقدس، شنو المشكله؟ مثلا. شنو الفرق أن أصلي اتجاه الكعبة أو اتجاه بيت المقدس نقول الله سبحانه وتعالى أصدر هذا الحكم ومن جملة العلل لنعلم من ينقلب من يتبع يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه امتحان الخلق امتحان الخلق كان بالصلاة باتجاه بيت المقدس ثم تغيير إلى الكعبة الآن الواجبات والمحرمات كلها لها علل لكن قد تكون عله في نفس الواجب او الحرام وقد يكون العله في الامتحان. من يطيع الرسول ممن يعصيه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المسلمين لرسول الله وللائمه المعصومين عليه وعليهم الصلاه والسلام، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.